من بين كل الناس اللي بنقول ان هم ممكن ينقلوا المنتخب او النادي لحتة تانية، بيفضل الجمهور هو اساس نجاح اي منظومة، وبرضه هو اول واحد بيتسقط وقت الكلام عن النجاح، والاشادة كلها بتروح للادارة، اعضاء الجهاز الفني، اللعيبة، وبيختفي الكلام عن الجمهور رغم ان اللعبة اساسها هو الجمهور. كم إدارة ناجحة، نادي غني، مدربين عظام ولعيبة هم الأحسن، ما حققوش حاجة في النهاية لأن المنتج اللي بيخدموا عليه ملوش جمهور أساساً. افتكر معايا كده، إيه أول حاجة الكل بيروح لها ويندح عليها لما الدنيا تظلم وتسوء النتائج؟ دعم الجمهور. وده لأن الجمهور يكاد يكون الطرف الوحيد اللي ملوش أي مصلحة حقيقية من اللعبة غير فريقه ومكسبه، ودايماً بيغلب العاطفة في التعامل مع الإدارة والمدربين واللعيبة. فريقي بيكسب، انتوا احسن ناس، فريقي بيخسر، انتوا اسوأ ناس. فعمرك ما هتلاقي حاجة عقلانية او منطقية في تشجيع الكورة، دايما العاطفة هي اللي بتحكم الجمهور. الاهلي لعب في استاد القاهرة بحضور جماهيري وصل ل50,000 مشجع. الاهلي احتاج جمهوره في مباراة مصرية في دوري ابطال افريقيا، وكالعادة جمهوره كان حاضر وما بيتأخرش. تذاكر الماتش خلصت في ثواني، الجمهور كان موجود شجع فريقه بطريقة مثالية، ففريقه حقق الفوز بأداء ممتع والكل خرج مبسوط. قبل الماتش ده بأسبوع، الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة كانت بتطلب دعم الجمهور في ماتش منتخب مصر الأول ضد ملاوي وماتش منتخب مصر الأولمبي ضد زامبيا، رغم إنهم قافلين التعليقات على الجمهور ده. وده اللي خلانا نسأل سؤال مهم جدا في الحلقة دي، هو احنا امتى يا جماعة هنرجع نلعب بجمهور عادي في كل الماتشات؟ مش الماتشات المصرية بس، ولا الماتشات اللي بتحتاجوا فيها دعمنا. 10 سنين بنلعب من غير جمهور، 10 سنين أثرت على جودة المسابقات، مصاير أندية، أجيال من اللاعبين، ومش بس كده، ده كمان ليها تأثيرها على ثقافة أجيال جداد من المشجعين، في منهم اللي ما حضرش ماتش في استاد في حياته كلها. لما نيجي نبص على تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني، هنلاقي إن لعيبة زي أحمد عبد القادر وقفشة ومحمد عبد المنعم ما لعبوش قبل كده ماتش جوه مصر قدام حضور جماهيري كامل العدد من جمهور الاهلي، وهنلاقي لعيبه تانيه زي علي معلول وعمرو السوليه ومحمد هاني ورامي ربيعه لعبوا ماتشات تتعدى على صوابع الايد رغم مسيرتهم الكبيره جدا مع الاهلي، واحنا هنا بنتكلم عن النادي الاكثر شعبيه في مصر، فما بالك بقى بباقي الانديه الجماهيريه. فطبعا ده بيؤدي لخروج اجيال من اللعيبه ما عاشتش قبل كده ضغط اللعب قدام جمهور، وده بيساويهم باللعيبة اللي بتقدمها أندية الشركات، وده برضو بيخلينا نلاقي تصرفات غلط وقرارات بياخدوها مع التعامل مع الضغط الجماهيري أو مع قرارات المدرب بشكل خاطئ، وده اللي شفناه من بعض اللعيبة اللي قلنا أسمائهم. قارن بين الأداء اللي قدمه مروان عطية بعد انضمامه للأهلي رغم أنه انضم في وقت صعب وشارك أساسي في كأس العالم للأندية وفي ماتش صعب في دوري أبطال أفريقيا، موقف صعب الأهلي مش متعود إنه يعيشه في دوري أبطال أفريقيا، ولعيبة تانية انضمت للأهلي وهم نجوم وهدافين للدوري من أندية شركات. قارن وشوف الفرق، لأن مروان عطية انضم من نادي جماهيري كبير زي الاتحاد السكندري، واللعيبة التانية دي انضمت للأهلي وللزمالك من غير ما تعيش قبل كده أي ضغط جماهيري. طيب السؤال هنا، هو الجمهور ازاي بيأثر في مسيرة النادي او اللاعب؟ كريستيانو رونالدو له تصريح مشهور وقت اللعب من غير جمهور في أزمة كورونا، ان انت لما تروح الماتش وتلعب من غير جماهير عامل زي ان انت تروح السيرك ما تلاقيش مهرجين، او تروح الجناين وما تلاقيش ورد. والتصريح ده من كريستيانو رونالدو نفسه اللي الجمهور اصلا بيروح الماتشات علشان يتفرج عليه، فما بالك بقى باللعيبة العادية. احمد حجازي بعد سوبر 2015 واللعب بحضور جماهيري لاول مرة مع الاهلي ضد الزمالك، قال في تصريحات صحفية ان 70% من مستواه الكويس في الماتش سببه حضور الجمهور. لو رجعنا لورا شوية في بداية الألفينات، هنلاقي إن الدوري المصري كان عنده عنصر جاذب للمدربين الأوروبيين اللي ما عندهمش فرص كبيرة للتدريب في أوروبا واللاعبين الأجانب، وهو الجمهور، وده كان بيميزه عن الدوريات الخليجية. فلما نيجي نبص على الفترة دي، هنلاقي إن الدوري المصري كان عنده مدربين مميزين ولعيبة أجانب مميزين ساهموا في رفع جودة المسابقات، وبرضه ساهموا في رفع جودة اللاعب المصري اللي بقى بيلاقي منافسة شرسة على المشاركة في التشكيل الأساسي،
وده كان نتيجته ان منتخب مصر بتشكيل من المحليين سيطر على كاس افريقيا. وعلى مستوى المنافسه نفسه، فاللعب ضد فريق جماهيري على ملعبه بحضور كامل لجمهوره هو معنى المنافسه نفسه، وهو ده اللي بيخلي فرق زي اسوان وغزل المحله مثلا يعني في الدوري المصري ليهم فرصه ان هم يكسبوا الاهلي والزمالك واي فريق تاني في اي دوري تنافسي. والارقام قالت ان في الدوري الانجليزي نفسه نسبه فوز الفرق الضيوف وصلت ل 40% في موسم كورونا اللي كان من غير جمهور، وده رقم كويس. وفي بحث وقتها اتعمل في جامعه ليدز على 11 دوري اوروبي في وقت موسم كورونا، وبعيدا عن الاستنتاج بتاع ان طبيعي ان الفريق صاحب الارض حقق انتصارات اقل وسجل عدد اقل من الاهداف، لا ده كمان الحكام حسبوا ضدهم اخطاء اكتر من المعتاد. كل ده بيوضح لك معنى ان انت تلعب في حضور جمهورك على ملعبك وان انت تلعب بره ملعبك، فتخيل بقى لما تكون بتلعب رايح جاي من غير جمهور. خلال نفس الفترة كان في دوريات عربية بتتطور وبتعوض عنصر الجذب اللي كان عندك المتمثل في الجمهور، وأبرزهم الدوري السعودي. ده شكل المدرجات السعودية ما بين 2005 و2023 في ماتشين ما بين نفس الفريقين اتحاد جدة والنصر، والاختلاف مش بس في عدد الحضور الجماهيري، لا كمان في عوامل الجذب اللي ساهمت في زيادة عدد الجمهور، وجذبت كمان مجموعة من اللعيبة المميزة في الدوريات الأوروبية على رأسهم كريستيانو رونالدو. وده كان منظر الجمهور في استاد القاهرة من كاميرا علوية لماتش القمة ما بين الأهلي والزمالك الموسم ده، وكأننا قاصدين إن احنا نظهر الإفساد اللي حصل على الدوري المصري على مدار السنين اللي فاتت. واللي ممكن برضه نعمل مقارنة ما بين شكل مدرجاته في 2005 و2023، بس هنبقى بنرجع لورا مش بنطلع لقدام زي الدوريات التانية. في ماتش غزل المحلة والمصري ظهرت صورة البنت الجميلة دي وهي لابسة تيشرت غزل المحلة. لما نيجي نبص على جوجل مابس هنلاقي ان الفرق ما بين المحلة واستاد برج العرب 3 ساعات ونص، يعني بحسبة بسيطة 7 ساعات في مشوار رايح جاي علشان تتفرج على ماتش جودته ما تخليهاش تقعد اصلا قدام التلفزيون تتفرج عليه. لابسه تيشرت غزل المحله بالراعي اللي كان مسيطر على اغلب فرق الدوري المصري في بدايه الالفينات، يعني بحسبه بسيطه برضه عمر التيشرت غالبا اكبر منها. بتثبت لنا حاجه واحده بس، وهي ان في وسط كل العبثيه المسيطره على الكره المصريه الحاجه الوحيده الحلوه هي جماهيريه الانديه الشعبيه وشغف جمهورها لسه لحد دلوقتي بتشجعها. اصرارنا بالتضحيه بالميزه الوحيده المتبقيه في كورتنا غريب، رغم ان دول تانية بتصرف ملايين علشان تزود شعبيه اللعبه عندها. انت مش الافضل تنظيميا ولا في جوده الملاعب ولا البث، ولا حتى عندك قدره كبيره على استقدام افضل المدربين واللاعبين الاجانب، ورغم كده في ملايين مهتمة بالمنتج بتاعك بسبب شعبية الأندية الجماهيرية، ورغم ان عدد كبير من الشباب اهتمامهم خلاص راح للدوريات الأوروبية، الا ان برضه لسه في اعداد كبيرة جدا من جمهور الأندية الشعبية مهتم بماتشات الدوري المصري، بيقعد يستناها ويتفرج عليها وبيسافر مسافات طويلة جدا ورا فرقته علشان يشجعها، رغم ان المنطقي والطبيعي ان هي تلعب في بلده. مستمرين في التضحيه باهم عنصر عندنا في الدوري المصري، وفعليا الشيء الوحيد اللي ممكن يميزك عن باقي الدوريات في المنطقه العربيه وفي افريقيا وممكن ينقلك خطوات لقدام تسويقيا. اول حاجه اللي تخليك تستمتع بالفرجه على ماتش الزمالك واسوان في الدوري رغم سوء جوده النقل التلفزيوني، وتخليك تتحسر على حال ماتش المصري والداخليه في برج العرب البعيد عن جمهوره، وفي نفس الوقت صوت الجمهور هو اللي يبقى امتع حاجه في ماتش الاهلي وبيراميدز رغم ان الملعب فيه 22 واحد من افضل اللاعبين في مصر. فالجماهير فعليا هي اهم عنصر في اللعبه، في المنافسه، في قيمه الدوري، وحتى كمان في مستوى اللعيبه اللي انت عايز تروح بيهم لحتت بعيده سواء على مستوى المنتخب او على مستوى الاحتراف.